بعد السيد السيستاني منو تتبع؟ بعدها موجودة أسماء، إذا أنت تتبعني ما ترى ماكو مشكلة تتبعني، أنا أقول لك منو تتبع. لو تختار إما السيد الشبيري الزنجاني أو الشيخ الوحيد الخراساني أو الشيخ الفيا، ما ممكن عزيزي، ما ممكن عزيزي. المرجعية الدينية عرفت بأنه هناك نزاع داخلي بين الناس، وأن الناس هذه جاي تحاول أن تفقد كلمة المرجعية قيمتها. الآن إحنا المرجعية جربت كلمتها، المرجعية جربت كلمتها في بعض الأحكام الشرعية اللي دعت لها، مع أنها أحكام جزاك الله خير عزيزي، جزاك الله خير. يقول الحبوب الرأس أنفع منك، جزاك الله خير على كل حال. زين، مع أن الناس ملتزمت الناس، الله يحفظك عزيز الرضا، واحد يحبني هسا من عجائب الدنيا العشرة. زين، فما ممكن أن المرجعية تغامر وتدخل نفسها بهش قضية. يا عزيزي أنا الجنوب، بس أنت تجاوزت سمحنا لك، يعني طولت لسانك سمحنا لك، شاقيناك طلعت ما عندك حوصلة، يعني شد نسوي لك يعني أكثر من أن نوديك إلى سلة النفايات ترى، يعني ما نقدر، يعني بالنتيجة عندنا مشرفين يموتون على سلة النفايات مباشرة يودوك هناك. عليكم السلام ورحمة الله عزيز. عزيزي القائمة الآن مغلقة وليست مفتوحة. عزيزي القائمة الآن مغلقة، هي كانت مفتوحة، كانت مفتوحة الآن مغلقة. القائمة المغلقة فرصة التغيير بها أقل، لذلك الناس لازم تزيد من مشاركتها حتى تنتخب جهة ما مرتبطة بأي حزب من الأحزاب بحيث توصل إلى السلطة، ما تنطي مجال لغيرها. ولهذا ترى الناس، خلي بالك، ولذلك الناس اللي جاي يشتغلون على قضية مقاطعة الانتخابات قطعا الأشخاص اللي يلحون، مو الأشخاص اللي يقول لك رأي الشخصي، هذا اللي هو عنده يعني هذا اللي مثلا عنده يأس، لا، الأشخاص اللي يلحون هذولي ترى يقينا تابعين للأحزاب، لأن هم ما يريدون واحد ينافسهم. فلذلك يقولوا الناس لا تروحون تنتخبوا، ماكو فايدة، هذولي فاسدين. لا، أنت الفاسد، لأن أنت جاي تشتغل لخدمة الشيطان من دون ثمن. وطبعا انت جاي تشتغل للاحزاب وتاخذ ثمن، لانه هذول كلهم عايشين على الاحزاب وعايشين على المال الحرام حقيقه. عزيزي لا تسالونا عن السياسيين، يعني السياسيين يعني سياسي كذا منصب ماكو مانع تسالون، كذا منصب يعني هو صار بمنصب، واحد صار محافظ تقول لي هذا زين لو مو زين، اقول لك اذا اعرف عنه اقول لك، اما شخص خارج القوس، خارج هذا خارج هذا ما